هل يمكن أن أصلي ركعتي الاستخارة وأستخير في أكثر من مرة؟ كما أنه عندما أكون حائضا فأحب أن أستخير بالدعاء، هل هذا يجوز؟ وهذه عودة إلى رسالة أختنا في الله ألف سين من جمهورية مصر العربية، والسؤال لها وكما طرحته. نعم، يجوز تكرار صلاة الاستخارة إلى أن يعزم على شيء من الأمرين المتردد بينهما، ويكرر صلاة الاستخارة إلى أن يتبين له أو يترجح عنده أحد الأمرين الذين هو متردد فيهما. وكذلك إذا كانت المرأة حائضا فإنها تؤجل صلاة الاستخارة إلى أن تغتسل من الحيض ثم تصلي صلاة الاستخارة، وإذا دعت اقتصرت على الدعاء فلا بأس بذلك. اقتصرت على الدعاء في حال الحيض لا بأس بذلك، لكنه يكون أقل من الدعاء بعد الصلاة. لأنه ربما يكون الأمر عاجل فتريد أن تستخير في وقت حيضها أو في وقت نفاسها حتى. لا بأس بذلك. الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.